تايم تيبل 7، لان انا بقول مثلا 7 تايمز 2 مثلا. 7 تايمز 2 معناها ايه؟ معناها ان انا عملت ال 7 بلس نفس مرة دي. يعني ممكن اعمل ال 7 بلس نفس مرة دي. 7 in my mind و7 in my hands after 7 8 9 10 11 12 13 14. او ممكن اعمل بطريقة تانية، ممكن اعمل ايه؟ ال 2 بلس نفسها 7 مرات. يعني حسب الاسهل ليا، 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7. فابتدي اعملهم بلس بعض. 2 بلس 2 4، 4 بلس 2 6، 6 بلس 2 8، 8 بلس 2 10، 10 بلس 2 12، 12 بلس 2 14. طبعا هنعمل الموضوع ده لحد ما نحفظ بس التايم تيبل. طيب لو جه قال لي مثلا 7 تايمز 3، بس الاسهل دايما ان ناخد النمبر الكبير هو اللي اشتغل عليه. يعني ازاي؟ يعني اخد ال 7 اعملها مرتين اسهل. يبقى كده عملت مرتين بدل ما اعمل 7 مرات. يعني 7 تايمز 3، يا اما اعمل ال 7 بلس نفسها 3 مرات اهو. 7 بلس 7 14. ارجع بقى 14 بلس 7 الاخيره 14 in my mind و7 in my hands after 14 15 16 17 18 19 20 21. يبقى طلعت في الاخر 21. يا اما اعمل بقى 3 7 مرات، 3 بلس 3 بلس 3، بس هتبقى طويله شويه. اهو الاثنين صح برضه. اهو كده تمام. واقوم عامل 3 بلس 3 6، 6 بلس 3 9، 9 بلس 3 12، 12 بلس 3 15، 15 بلس 3 18، 18 بلس 3 21، وهكذا. فهيبقى تيبل 7 بناء على كده ايه بقى؟ هنكتبه كده. هنلاقي تيبل 7 عباره عن ايه بقى؟ هناخده بقى من الاول. طبعا 7 تايمز 1 دي سهله، 7 تايمز 1 دي 7 على طول. يبقى هيبقى 7 تايمز 1 تايمز 1 ايكوال 7. 7 تايمز 2 ايكوال 14. 7 تايمز 3، في ناس يزود كل مره يعني 14 سوري يزود عليها 7 يبقى 21. مزود على الانسر يعني 7، يعني 7 تايمز 4 يقوم مزود على 21 7، يعملها 21 بلس 7 هتدي له 28. 7 تايمز 5 يجي على 28 يعملها بلس 7 هتدي له 35. 7 تايمز 6 هتدينا 42، هيعمل بلس 7 ل 35. 7 تايمز 7 equal 49. 7 times 8 equal 56. 7 times 9 equal 63. وطبعا ده لازم انا احفظه عشان هيساعدنا بعد كده في التغير، وهيساعدنا في الجيومتري، وهيساعدنا في الحياة ان شاء الله.